الكتاب هذا من دش البيت يا بشر معه. ترياتنا غيمة. تدري هذا وين يوديك؟ غيمة سودة يا عمي. الكتاب هذا سحر وبتأكل الكل. مشكلة لما الواحد يحس نفسه أنه ذكي واللي حوله أغبياء. ولما صح الوالد وعرف لقيناه ثاني يوم الصبح متيبس هناك. يا خوفي هالحرب عند الجار باكر تصرف الدار. تحبيني كثر ما أحبك. ليش تبي تساعد أربع بنات يبون يعرفون من هم؟ لكن هو لما شاف الكتاب ين ين وقعد وخلاني أنا الوسيلة الوحيدة اللي توصل لحي غايته. الدياي اللي تبيض له ذهب. أقول لك أنا قريته بالكتاب. سكين وص بالبيضة. إحنا ما نعرف شيء غير أسامينا وبس. المكان هذا تبقيقتي. ما نعرف شنو النهاية. هي قاعد وياكم وسولف معاكم بسوي سجلات الدولة المتوفي. أنا تعبانة والتعبان ما يتكلم.